شيء الحف على الخشب هو الخشب الزيتون اللي هو يمثل بلدنا، يمثل فلسطين، تراثنا. إني أعمل من قطعة من ولا إشي لا إشي، إنه أصنع منها حكاية، أصنع منها إنه إشي أقدر إني أبيعه، إني أفتخر به أول إشي كخريطة فلسطين، كتمثل بلدنا وكإشي مصدر رزق إلنا. الزيتون هي شجرة، هي تمثل يعني تراثنا، الزيتون هي خيرنا. أكيد إنه خطر، يعني هي المفروض يكون شغل للرجال يعني، لكن أنا الظروف هي الحياة الصعبة هي اللي اضطرتني إني أشتغل هاي الخشب بماكينة، هي ماكينة صعبة جدا. إحنا الحال لحد هسه إحنا ما سوقنا كتير، لكن هي أنا اللي بعمله أشياء بسيطة في المعارض، بعض المكاتب كهدايا بالعطاء، لكن كتسويق كإجمالي ما في تسويق. أنا بالنسبة إلي يعني أول مرة أتعلم هيك إشي، وشغلة صعبة هي بتكون طبعا غالبا للرجال، أعطتني ثقة بالنفس وإنه إحنا النساء الفلسطينيات قادرات إنه نخوض كل التحديات، وما فيش مهنة صعبة أمامنا. ثاني إشي يعني بتحود علي مردود مالي، بما إني أنا عندي عائلة وسبع أطفال الحمد لله، يعني صح المردود كان ضئيل بس يعني بيساعد يعني، وبنتأمل إنه نلاقي سوق. مشكلتنا إنه ما فيش تسويق، يعني كل إنتاجنا بيضل يعني مكسد، يعني السوق المحلي ما بيستوعبه، أو ما الناس ما عندها هالقبول لهذا الإشي يعني.